السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، رجعنا لكم بتحديث لول باتش نوت 6.9 الثالث. هذه جزء من السلسلة حقت 6.9 الثلاثة اللي قلنا حنسويها. الأول كان عن الجنرال أبديتس والتعديلات العامة، الثاني كان على الشامبيون تشينجز، والثالث هذا عن الايتم تشينجز. حفصل فيه عن الايتمز الجديدة اللي هو الهكستك ايتمز، وبعد كده حنتكلم عن الميج ايتمز والتغييرات اللي سووها فيها، بعدين حنتكلم عن الايتمز العامة البقية في الجيم. نبدأ أول شيء شباب بالهكستك ايتمز. الهكستك ريفولفر، مدام على أساس قرروا ريوت يشيلوا السبيل فامب من الجيم. سبيل فامب هي زي اللايف ستيل، سبيل فامب بس كانت للميجز والناس اللي عندهم ability power، واللايف ستيل للناس اللي عندهم attack damage. السبيل فامب ما عاد حيفشي، ما عاد حيكون موجود على اي ايتم from here on، من اليوم ورايح. في ابيليتيز لسه ما زال فيها سبيل فامب على الشامبيونز، زي فلاد، الكيو حقت فلاد وزي هذا، بس هذا موضوع تاني. From an item perspective، من موضوع من items، من ناحية الايتمز ما حيكون فيه any more spell vamp. فعشان كذا اضطروا يمسكوا الايتمز كلها اللي فيها spell vamp ويغيروا spell vamp، هذا الحاجة ثانية. اول ايتم زي ما قلنا الهكستك ريفولفر، عشان شالوا منها spell vamp نقصوا سيرها حبتين. وبعد كذا ضاف الباسيف الجديدة، هذا اللي هو بدل spell vamp. spell vamp اول مع كل ضربة ترجع percentage health، او مع كل مو ضربة اوتو اتاك، مع كل ability ترجع percentage health. دحين ضافوا باسيف جديدة، كل ما تضرب champion ببيسك اتاك حتسوي لهم شوك. ايش يعني شوك؟ يعني ضربة بسيطة زي الستاتيك شيف اول، بس الستاتيك شيف لازم تعبيه ستاكس، هذا مو لازم تعبيه ستاكس. هذه كل 40 ثانية حاليا عاملينها، تقدر تسوي لما تضرب ضربة حتزود ما بين 75 ل 150 دامج. بعد كده ضافوا الايتم الجديد اللي هي الهاشتاج جي ال بي 800. هذه الايتم تارجتد او موجهة للناس اللي هم سي سي هافي. ايش يعني سي سي هافي؟ يعني بيسو عندهم اكشلي مو بس سي سي هافي، اللي عندهم اللي هم سي سي هافي ويبغوا يدخلوا في وسط التيم فايت يسوي برول، زي فلاد، زي رايز. فعليه برضو الفكرة منها انه تزودك هيلث شوية، وفي نفس الوقت تقدر تسوي سي سي، تسوي سلو، تنفع على براند كمان تسوي سلو عشان ممكن تخليك تجيب الابيليتيز حقتك كلها. الايتم اللي بالضبط تسويه، طبعا الكوست حقها 3000 جولد، الابيليتي باور فيها مره عالي، تديك هيلث زياده ومانا زياده زي ما قلنا لكم، على اساس تقدر تدخل في نص التيم فايت وتسوي دامج شويه من دون ما تخاف. الاكتف حقها لما تضغط حتطلع ايس بولتس، ضربات ايس كده حولك قدامك في كون. دامج حقها من 100 ل 200 على حسب الدامج. بس ايش تسوي؟ تسوي سلو للادم اللي ينصقع بيها ب 65%، ب 65% ديكيز يعني تخف على، وطبعا ما تقدر تسويها الا كل 40 ثانيه. وطبعا عشان الايتمز الجديده هذه كلها الهكتك جروب، خلوا الكول داون حق الابيليتي حقتها ما يتشير مع بعض. يعني مثلا لو اخذت الهكتك ريفولفر واخذت الايتم هذه، اذا واحد منهم اشتغل الثاني ما يشتغل برضو في 40 ثانيه لما يخلص الكول داون. هم ما يبوها تصير مره او بي، تقدر تستخدم كل الاكتيفز حقت الهكتكس مع بعض. يبوك تختار الايتم اللي تنفعك، ما يبوك تختاري كل حاجة. وغير كده ضافوا عليها باسف جديد. الباسف هذا ايش تسوي؟ كل دامج تاخده يرجع لك مانا، وكل مانا تصرفها ترجع لك هيلث، طبعا لين 25 مانا بير سكند. هذا على اساس برضو يخففوا من حدة موضوع انه السبيل فامب انشال. هذه الاكتف اللي هي، هذه هي الباسف البديلة للسبيل فامب شباب. بالفامب كل ضربة ترجع، كل ability ترجع health. دحين لا، كل مرة تنضرب ترجع مانا، وكل مرة تستخدم مانا ترجع health. غير كده الفروست بولتس هذه الريشيو حقتها 35%. بعد كده ضافوا ايتم اسمها الهاشتاج بروبلت. بروبلت هذه نفس فكرة الايتم حقت الجي ال بي 800، بس هذيك فوكست على السي سي هيفي والناس اللي هم تانكي شوية، هذه فوكست على الناس اللي يبغوا يسووا بيرس دامج مو طبيعي. زي ما انتم شايفين اني دائما بتاخدها، تويستد فيت بياخدها، اللي هم الشامبيونز اللي بيسوي بيرس ويبغى يقرب بسرعه عشان يقدر يلحق يسوي الدامج حقه. الفكره فيها طبعا الجولد 1200 1500، الابيليتي باور حقها 60، اقل من الثانيه هذيك، برضو فيها شويه هيلث، تعطيك كول داون ريدكشن بدل مانا 10%. واكتف حقتها تسوي داش على قدام ويطلع بولتس اوف فاير. البولتس اوف فاير هذه تضرب ما بين 75 ل 150 على حسب ليفلك.
كل بولت زيادة تضرب، يعني هي تطلع 5 أو 6 فولتس ماني فاكر، إذا انضربت بالأولى تاخذ الدامج حقها 75، إذا انضربت بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة كل واحدة زيادة تنضرب منها تاخذ من الدامج حقها 20% بس. وطبعا عليها 40 ثانية كول داون، وتشير نفس الكول داون مع الايتمز البقية عشان زي ما قلنا ما تقدر تستخدم نفس الايتم، لا ما تقدر تستخدم كل الايتمز في نفس الوقت. بعد كذا الهكستيك بليت تقريبا نفس النظام القديم حقها فاكرينها، يشتروها كالي وشاكلتهم، يروح الاكتف حقها يسوي 250 دامج على السريع كذا التارجت، وسوي سلو 40% للآدم اللي قدامك في 4 2 seconds، برضو عليها 40% عليها 40 ثانية كول داون، وتشير الابيليتي حقة الهيكستيك ايتم. نروح على الميج ايتمايزيشنز يا شباب، الميج ايتم تشينجز التير اوف جودس، برضو نفس فكرة السبيل فامب، كانوا بيخففوا من السبيل فامب، يبغوا يشيلوا موضوع الاوتوماتيك مان ريجن هذا اللي هو كل شوية يرجع، يبغوها مور اكتف، يبوها انه والله لازم تسوي حاجة عشان ترجع مانا، مو عاد زي اول بس وانت واقف كذا ماشي ما بتسوي شيء بترجع مانا. فغيروا المانا ريجنريشن حقه اللي هو كان 25% مانا ريجنريشن شغال طول الوقت، لكل مرة تسوي ابيليتي ترجع 15 مانا. اوكي اجين، يبغوا الايت، يبغوا الجيم تصير شوية اكتف، يبغوا فيها حركة، ما يبغوا الناس واقفة ما تسوي شيء وبتستفيد. بعد كذا الكاتاليست اوف ذا بروتكتور، غيروها حبتين، غيروا اسمها من كاتاليست اوف بروتكتور لكاتاليست اوف ايونز، وغيروا النظام اللي فيها اللي والله كان كل ما تلفل يرجع لك هيلث ومانا، هذا شالوه نهائيا. انا التشينج هذا بالنسبه لي حاجه حلوه سووها، لانه فكرتها هذيك كانت ما تدري متى تلفل عشان يرجع لك الهيلث والمانا، دحين صارت مور اكتف صارت تستفيد منها على طول. يعني ايش الفكره فيها؟ خلوها كل ما تاخذ دامج ترجع مانا، وكل ما تستخدم مانا ترجع هيلث، فانت ممكن تستفيد منها بالذات توب لما نلعبها رايز ولا فلاد ولا تشامبيونز، هذول اول ما كانت تستفيد من الايتم هذا الين يجيك ليفل، دحين لا، عشان تستفيد منها يبوك تجي تخش وتضرب وتسوي تريدز، وانت المستفيد عامة من التريدز قدام التشامبيون اللي قدامك. بعد كده التشاليس اوف هارموني، شالوا منها موضوع ريستور 2% ميسنج مانا بير 5، وخلوها شوية مختلفة، ترجع لك تسوي لك 100% هيلث ريجن اذا كان البرسنتج حق الهيلث حقك اقل من البرسنتج حق المانا حقتك. ايش يعني؟ يعني الهيلث عندك 50% والمانا عندك 60% باقي، هيقوموا يرجعوا لك هيلث، يزودوا الهيلث ريجن حقك 100%. اذا كانت العكس، يعني عندك برسنتج حق الهيلث اقل من برسنتج حق المانا، يعني 60% الهيلث عندك والمانا عندك 50%، حيجلسوا يزودوا لك المانا ريجن 100%، 100% مانا بيس مانا ريجن بير 5 سكندز. بعد كده ضافوا ايتم جديده اسمها اللوست شابتر، هذه الايتم انا ما ادري ليش شالوا الفكره هذه من الكاتاليست اوف ايونز وقاموا ضافوها على اللوست شابتر. فكرة انه انت لما تلفل تاخد حاجة restores 20% of your mana زي الايتم هذه، ما اظن انه حاجة كويسة في الجيم، لانه ما لا انت ما تقدر تتحكم متى تقدر تلفل، تقدر تتحكم تقدر تشوف متى هتلفل بس ما تقدر تتحكم بيها، ما تقدر، مش انت بيدك كده تقدر تسوي حاجة عشان تاخد الباسيف هذه، لازم تستني لما يجيك الليفل. وطبعا في بداية الجيم يجيك الليفلات اسرع من نهاية الجيم، في بداية هم يبغوك تستفيد منها اكتر في بداية الجيم منها في نهاية الجيم، لانه هي الايتم هذه لما تركب بعدين في الخلطة حقتها ولا في الريسبي كاملة حيصير تأثيرها مختلف حبتين. فايتم جديدة تنفع للناس اللي بيسووا مانا ريجن في اللين عشان يستخدموا ابيليتيز كثيرة تريد. الفكرة فيها انه كل مرة تلفل، طبعا فيها شوية ابيليتي باور مانا، وكل مرة تلفل تاخذ 20% من الماكسيمم مانا حقك باك. بعد كده الفندش كودكس سووا له بف بسيط شويه على اساس يزود الدامج اوتبوت حقه، على اساس تقدر تستفيد منه من بدايه الكيم. بعد كده شالوا الويل اوف ذا انشنس عشان الايتم هذه كانت تعطي سبيل بامب بف وورا حقها، شالوها نهائيا لانه السبيل بامب انشال من الجيم. بعد كده الرود اوف ايجز يا شباب كانت تنبني فروم كاتاليست اوف بروتكترز، دحين صارت فروم كاتاليست اوف ايون، فغيروا الباسيف حقتها من هذيك اللي هو كل ما تلفل تاخد حاجه، لكل ما تاخد دامج يتحول لمانا، وكل ما تستخدم المانا تترجع هيلث. بعد كذا المورالو نومينيكان، الايتم هذه كانت تعطي ما تسوي مانا ريجينريشن، دحين لا، تعطي مانا اون كيلون اسيست لانها تنبني من الايتم الجديده هذه اللي هي
اللوست شابتر، زودوا الابيليتي حقها، ابيليتي باور حقها 100، زودوا حطوا عليها مانا 40% عشان شالوا المانا ريجنريشن عشان يخلوها مور ستدي، مو يشيلوا المانا ريجن وما يعطوك حاجة بديلها في المقابل، وكل مرة تسوي كل ولا اسيست ترجع 20% من المانا حقتك. الابيليتي باور او الكول داون ريدكشن اللي عليها دحين صار يونيك، يعني لو اشتريت اثنين من نفس الايتم ما تاخذ 40% سي دي ار، تاخذها من واحده بس، ما دي دونت ستاك. هذه برضو واحده من الايتمز يا شباب اللي عليها خاصيه الجريفيوس وونز، هذه اللي قلت اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. الجريفيوس وونز اي ضربه تسويها معاك 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 الايتم هذه هتنقص الهيلينج دان على الادمي اللي قدامك، هيلينج دان منه من نفسه او هيلينج دان من ادمي تاني. عشان كده كنا بنقول جريفيس وونز تسوي كاونتر لسراكا، لانه لو عندك الايتم هذا ضربت الشامبيون سراكا لما تهيل الادمي هذاك يجي عليه الهيل ناقص 35%. طبعا الديوريشن الوقت اللي تجلس عليه الجريفيس وونز 8 ثواني، اوكي، فانت كل ما تضرب زياده حتجددها مره ثانيه زياده، فما يقدر يتهيل في نفس الوقت. بعد كده الاثنز هو ان هولي جريل، هذه الايتم كانت سبيسيفيكلي ياخذوها الناس اللي يبوا في مد، اللي يبوا يرجعوا مانا مره بسرعه، بيستخدموا ابيليتيز كثيره زي زيجز زي لكس زي مجموعه تانية كنت اشوفها برضو على كزارث. غيروها نهائيا يا شباب، ما صارت تنفع تنبني على الـ على على الميجز، صارت تنفع تنبني على السبورتس اللي يبوا اللي هم دامج، اللي هم يبوا يخشوا ويضربوا ويسووا زحمه، موست بروبلي او بالاصح السبورتس اللي هم رينج اكثر من السبورتس اللي هم مليز. شالوا منها اللي هي ترجع المانا ريجن، وشالوا منها اللي هي ترجع مانا اسيست، ضافوا عليها باسيف جديده يا شباب. الباسيف هذا كل دامج تسويه على تشامبيون، يعني ابوك تضرب ابوك تخش وتسوي تريد، كل دامج تسويه على تشامبيون يجيب لك حاجه اسمها بلاد شارج، يسوي لك ستاكات. الستاكات هذه لو وصلت 100 او 250 الى نهايه الجيم على حسب من ليفل 1 لثلاثه، لما تسوي هيلد او لما تسوي شيلد الستاكات هذه يصير لها كونسبشن تتاخذ وتتحول لهيل. يعني انت جانا كل ما تروح تضرب اي احد شامبيون، طبعا مش هذا، كل ما تضرب شامبيون ولا هذا يجي لك ستاكات بلاد شارجز، لما توصل ل 100 او 250 نهايه الجيم قمت سويت شيلد على الاي دي سي حقك، الاي دي سي حياخذ هيل زياده، فاهمين؟ فيبوك فيري اكتف، تسوي دامج عشان تقدر تسوي هيل. وطبعا اذا هي اذا مش شيلد على الهيلز، سونا سوراكا نفس النظام، سوراكا ولا سونا بتضرب الادم اللي قدامك وصلت 100 شارج، لما انت تسوي هيل حتسوي هيل زياده من الايتم هذه. غير كذا في باسيف ثانيه اللي هي تعطي 100% هيلث بيس هيلث ريجن اذا كان الهيلث برسنتج حقك اقل من المانا برسنتج، وتعطي 100% مانا ريجن اذا كان الهيلث برسنتج اذا كان المانا برسنتج اقل من الهيلث ريجن. بعد كده رحنا على الميكايلز كروسبل، الكروسبل كان زودوا المانا ريجن حقها وشالوا منها اللي هو الريستوريشن حق 2% اوف ميسنج هيلث افري 5 سكندز، وغيروا الباسيف هذيك زي كل الايتمز، خلوها 100% بيس هيلث ريجن كل 5 ثواني اذا كان الهيلث برسنتج حقك اقل من المانا، و100% بيس ريجن لو كان المانا برسنتج اقل من الهيلث برسنتج. طبعا الايتم هذه سبيسيفيكلي ما ياخذوها الا سبورتس اللي يبغوا ما يعني ما زالت تسوي نفس الشيء اللي كانت تسويه، تفك السي سي من الاي دي سي حقك ولا من الشامبيون اللي انت بتختار عليه وتعطي له شويه هيل. بعد كده التير اوف ذا جودس ابجريدز، التير اوف ذا جودس يا شباب شال زي ما قلنا شالوا منها المانا ريجنريشن، فالايتمز اللي يصير لها ابجريد من التير اوف جودس برضه تغير عليها نفس الباسيف حقتها اللي هي الارتشنجل ستاف والمانامونه، ترجع مانا على حسب على كل ابيليتي تستخدمها وتديك شويه ابيليتي باور زياده اللي هي الارتشنجل ستاف. المانامونه ترجع لك 15% مانا من المانا سبنت حقتك وتديك شويه اتاك دامج زياده. بعد كده الابسل سبتر يا شباب، الابس ريسبتر كان الناس ياخذوه عشان حاجتين، الناس ياخذوه عشان النيجاترون كلوك ولا عشان الماجيك ريزيست دامج، في نفس الوقت عشان الماجيك بينتريشن اورا اللي كان يسويه. فكان لما تاخذ الايتم هذه في نفس الوقت انت تصير مره ديفنسيف زياده والدامج حقك يصير اعلى زياده، لانه لو الادم اللي قدامك عنده ماجيك ريزيست انت بتنقصه على اساس عندك ماجيك بينتريشن. فيبوا يغيروا الموضوع هذا شويه في بدايه الجيم، كان اول تاخذها من بدايه الجيم تسوي دامج مو طبيعي، دحين لا، من بدايه الجيم الدامج حقها اخف الى نهايه الجيم يزيد.
فايش اللي سووه؟ نقصوا الابيليتي باور حقها 60 وزودوا الماجيك ريزيست، على اساس انت اخذتها كايتم ديفنسيف المفروض ان هي شغلها تسوي ديفنس. زودوا الماجيك ريزيست حقها 60% واضافوا عليها كول داون ريدكشن، هذا معناه البيلد باث حقها حيتغير. اي احد يحتاج ولا يساعده كول داون ريدكشن صار حيبنيها اول ما كان يبنيها نهائيا. وبعد كده اللي هو الماجيك ريزيست ريدكشن اورا، كان اول ينقص 20 من بدايه الجيم، دحين لا صار ينقص 10 الى 25 نهايه الجيم. والاورا حقها كان اول يشتغل على المينيونز، دحين ما عاد يشتغل على المينيونز. كان الادم اللي يشتري الايتم هذا كان يروح يسوي ينفض ام المينيونز على السريع كده حبتين ويبوش ويسوي بوش للين، دحين بس صارت تشتغل على الشامبيون. بعد كده الزونيز اور جلاس قرروا يخفضوا سعرها اكثر من 600 جولد، وهذا معناه الناس حتقدر تشتريها من البدايه بسرعه اسرع كثير. ونقصوا الابيليتي باور حقها من 100 ل 70 وضافوا عليها كول داون ريدكشن، وزودوا التايمر حق الباسيف حقها اللي هو سوري الاكتف حقها، كان اول كل 90 ثانيه تقدر تسوي الزونيا، دحين ما تقدر تسويها الا كل 120 ثانيه. الفكره من التعديله هذه انه يبغوا الناس يوصلوا للكابابيلتي حقها بسرعه، ويبغوا الناس ما يستخدموا الاكتف حقتها الا لما فعلا يحتاجها. بعد كده ننزل للنورمال ايتم تشينجز، شالوا البوت انهانسمنتس نهائيا. يمكن التشينج هذا انا من الناس اللي ماني مبسوط عليه، لانه كنا نستفيد من الفهرر ونستفيد من الالكريتي بوت انهانسمنتس كانت تفيدنا في الجيم. رايوت قرروا يشيلوها نهائيا من الجيم دحين، لانهم هم ما هم مبسوطين من حاجه بيقولوها الموفمنت سبيد ستاكس. في كذا ايتم وكذا حاجه تقدر تزود لك الموفمنت سبيد، ذات مع اللي سووه في دراجون تشينجز اللي هو الكلاود دراج الكلاود دريك، ممكن يزود لك الموفمنت سبيد مره كثير، واذا كان في الانهانسمنت هذا حتزود الموفمنت سبيد باي برسنتج. فقرروا يشيلوها من الجيم نهائيا فور ناو في الوقت الحالي، ويمكن في المستقبل قالوا حيفكروا يشوفوا كيف يرجعوها بطريقه ثانيه. بعد كده شالوا الانهانسمنت الديفاورر برضو من الجيم. الديفاورر هذه اللي كانوا ياخذوها الشامبيونز اللي هم الفارمينج جانجلر من اشتريه شيفانا وورويك، وتعطيله اكتف موفمنت سبيد، سوري تعطيله اكتف اتاك سبيد، ويجلس يفرم في الجنجل 15 دقيقه ما نشوفه ولا 20 دقيقه ما نشوفه، بعد كده يجي يخبط في خلق الله. الفكره منها بالنسبه للريوت انه والله اخيرا سمعوا واقتنعوا انه والله الجنجل يجلس ما نشوفه في الجيم طول ساعه از نوت ا جود ثينج، انه حاجه ما هي كويسه. فقال لك يبغوا يشيلوا الفكره هذه، يبغوا الجنجلرز والناس اللي تلعب كازا تيم يكون لهم اداء اكبر في الجيم، ولا يكون لهم تاثير اكبر في الجيم، ويساعدوا التيم ممبر حقينهم، ويقدر من بدايه الجيم او يعني اقلها في اول 5 10 دقائق يصير له تاثير يساعد الناس، ينزل يسوي بريشر، ينزل يسوي كانك وهكذا. فبعد ما شالوا الايتم هذه ضافوا ايتم جديده اسمها بلاد ريزر. البلاد ريزر ما تحتاج، ما مو زي الديفاورر تحتاج تجلس تلفلها لين توصلها فول ليفل فول ستاكس عشان تقدر تستفيد منها، لا تستفيد منها في البدايه من البدايه على طول. تعطيك حاجتين، اول شيء 40% اتاك سبيد، هذا معناها اي تشامبيون يستفيد من الاتاك سبيد ياخذها من البدايه على طول. والشيء الثاني كل الاوتو اتاكس تسوي 3% دامج من الماكسيمم هيلث حق العالم. طبعا هذا الكلام يخليه ينفع مع يخلي الايتم هذا تنفع بالذات مع التانكس. اجين نرجع للتانك ميتا، التانك ميتا لازم يضيفوا في ايتمز تنفع مع التانك ميتا. طبعا الدامج هذا بيست على البونس فيزيكال دامج، يعني من الايتمز مش من البيس فيزيكال دامج. فاي احد ياخذ الايتم هذه من البدايه يقدر يستفيد من الاتاك سبيد ويستفيد من الدامج دان، فيقدر يروح يسوي جانك من دون ما عاد يجي والله ما اشتري انا ابغى افرم طول الجيم ما ابغى اشوفكم، هذا الكلام ما عاد يمشي يا شباب. بعد كده الجنوسوس ريز بليد اخيرا قرروا يغيروها تغيير جذري عشان يشيلوا المشاكل حقتها السابقه. طبعا هم شالوا المشاكل الاساسيه واضافوا مجموعه مشاكل ثانيه، يمكن ما هي سيئه زي ما كانت اول، بس لسه باقي لها شويه تعديلات لازم يشوفوها عشان يحلوا المواضيع حقتها. البيلد باث حقها تغير حبتين، زادوا عليها الريكيرسيف بلو، صار لازم عشان تشتريها صارت اغلى من 2800 3600، فما حتقدر تاخذها زي اول من بدايه الجيم على طول مره بسرعه. الاتاك دامج حقها 35، الابيليتي باور حقها 15، ضافوا عليها اون هيكت دامج، وكل ضربه تسويها تعطيك 8% اتاك سبيد زياده، وزائد 3% اتاك دامج، زائد 3 اتاك دامج، زائد 4 ابيليتي باور، 5 ثواني. طبعا
هذا برضه ستاكات نظامها نفس التايوتا، كل ضربة تسويها تعطيك اتاك سبيد زيادة، الضربة اللي بعدها حتصير اسرع 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 وتديك اتاك دامج وابيليتي باور وتسوي لها وتستك. لما توصل 6 ستاكات يجي لك حاجة اسمها جانوشوز ريد. جانوشوز ريد مع كل اون هيت مع كل ضربة تسوي 15 ماجيك دامج زيادة، تنفع لنفس نفس الشامبيونز اللي كانت تنفع عليهم اول، ما زالت تنفع على تريستانا عشان فيها اون هيت افكت، ما زالت تنفع على كوغماو، وصارت للاسف تنفع دحين كمان زياده على فين. وهذه المشكله الاضافيه اللي سووها فين، دحين صار ما لها حل لو اشترت الايتم هذه. على العموم اظن حيقدروا يعدلوها وحنشوف ايش يغيروا فيها. بعد كده البلاك كليفر خفضوا سعرها شويه لانه الناس كانت تتعب، بالذات توب البلاك كليفر صار اكثر ناس ياخذوها اللي هم توب ريفن رينكتون جنار ومجموعه ثانيه، صاروا مره يتاخروا كثير عشان يقدروا يوصلوا لها، لازم يجيبوا جولد كثير وهم ما هم جولد. فقال لك والله ابغى اوصلهم للفانتسي حقهم بسرعه. بعد كده السبكتر كاول مع الهيكستك ميج تشينجز وزودوا الدامج حق الاي بي، قال لك نبغى نزود الديفنسيف ميكانيزم حقتها برضه، فزودوا الهيلث عليها 200 250 ونقصوا شويه الماجيك ريزيست ل 30. بعد كده البانشي فيل، اول كان البانشي فيل والسبيريت فيجاج تقريبا سعرهم نفس الشيء، ف فكان عشان تاخذ اي واحد منهم طورت لازم تجمع الجولد زياده، فقال لك ابغى اخلي البانشي ارخص شويه على اساس والله لو في احد يحتاجه بسرعه في بدايه الجيم، في عندهم لابلانك مفلوته ما لها حل تجي تسوي وان شوت، لا انا قال لك بسرعه اقدر ابني بانشي فيل، فخفضوا سعره من 2900 ل 2450 بس عشان السعر المخفض، طبعا غير الهيلث حقها 300 فيصير تقدر تستفيد من الاكتف حقها، فصارت مور دايركتد. يبغوا الناس الخيارات حقتهم تصير واسعة وخيارات لها معنى، مو أول ما كان يزيلك confusion ما تعرف اختار ده ولا ده، ما في شيء يدل إنه أحتاج هذا على هذا إلا والله أنت البريفرنس حقك. دحين لا، لها الخيار، هذا الخيار صار المفروض مدروس يعني له معنى. أوكي، بعد كده السبيريت فيزاج ما غيروا سعرها، خلوها زي ما هي، نقصوا الكومباين كوست حقها، الماجيك ريزيست نقصوها ل 55% بس، نزل ال 55 بس زودوا عليها الهيلث ريجن ل 200%، وزودوا الباسيف هيلينج ل 25%. يبغوا سبيريت فيزاج يشتغل مع وورموك احسن من اول، فاظن حتبداوا تشوفوا وورموك سبيريت فيزاج كومبينيشن مع بعض كثير، بالذات للتوب تانكس اللي هم يستفيدوا من الكلام هذا. موندو احتمال كبير هتلاقي عليه الثلاثه الايتم زايد. بعد كده الجارديان انجل، لانه ما زالت الايتم هذه ما لها اي معنى، اي احد يشتريها غير الاساسنز، اظن يبغوا وايدر يجيبوا ناس اكثر يقدروا يشتروها. نقصوا سعرها من 2700 ل 2400، نقصوا الماجيك ريزيست حقها 45. بعد كده الكويك سيرفل ساش اللي هي الكيو اس اس، الايتم هذه كانت الناس تستخدمها عشان تفك السي سيز وعشان تفك الالتي حقت زد والالتي حقت والاي حقت مالز والالتي حقت مالز وهكذا، اي كانت اي دوت تقدر تشيله، شالوا الكابابيلتي هذه نهائيا من عشان ما عاد صارت تفك اي حاجه الا السي سيز، يجيك زد يسوي عليك التي باي باي، يجيك مالز يسوي عليك التي حتفك الستان بس الدامج حقها ما حينشال ولا الاي حقته ما حتنشال. طبعا الفكره من هذا التشينج بالنسبه للريوت قال لك والله الايتم هذه كانت تسوي اكثر من المفروض تسوي، وما كان لهم ما كان عندهم حل لموضوعها عشان كذا ما غيروها، ما يبغوا ايتم تشيل دامج من شامبيون، قالوا هذا قرار اتخذوه وخلاص ما يبغوا يتغير. المفروض عشان تشيل الدامج تستخدم الاكزوست، تستخدم التيم ممبرز، تسوي حاجه مفيده، بس حرام يشيلوا دامج من شامبيون عشان بايتم، بس هذه الفكره فيها. طبعا الكلام هذا خلى الشامبيونز هذول سنوبولز دحين، وقالوا حيطالعوا في الموضوع هذا وحيسووا له مونيتور وحيراقبوه وحيحاولوا يعدلوها على اساس ما تتغير، على اساس ما تصير ما ما, ما تكبر المشاكل حقت الجيم. بعد كده الهكس درينكر والماوف مالموتورس والستيركس كيج، فاكرين الايتمين هذه يا شباب، الهكس درينكر ولا الماوف مالموتورس، هذا لما لو نزل هيلثك اقل من اللي اقل من 20% يجي لك شيلد على الماجيك دامج، والستيركس كيج لو جالك اكثر من 1000 دامج في اقل من 4 ثواني او 800 دامج في اقل من 4 ثواني على طول يجيك الشيلد الكبير. قال لك دحين الشيلدين هذه مرتبطه ببعض، لو جاء واحد شيلد الشيلد الثاني ما يسوى، على اساس الناس اللي كانوا يشتروا الايتمين هذه مع بعض ما عاد يقدر يستفيدوا منهم في نفس الوقت، فقال لك يبغوا الناس برضو يكون خياراتهم لها معنى. ف they are classified as حاجه جديده اسمها لايف لاين، اذا جاء الاول ما يجي الثاني وهكذا، طبعا على حسب السي دي، فانت لازم تشوف اذا قدامك
احد بيسوي بيرس دامج بالسرعه يصير تاخذ الستركس جيج، اذا احد اذا بيسوي لك دامج كونسيستنت اوفر تايم اللي هو حبه 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 يصير تاخذ الايتم الثانيه. البامي سندر اللي هو السندر افكت نقص الهيلث حقها من 300 ل 280 على اساس الناس كانت دائما تختار الايتم هذه على الجاينت سبيلت، فقال لك لا نبغى الخيار برضو يكون احسن حبتين. اذا 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 تحتاج تبني هذه اول، اذا تحتاج تبني هذه يصير تبني هذه، اذا تحتاج البلت تبني البلت. سان فاير كيب بما انه نقصوا البامي سندر الهيلث حقها نقص الكولد كوست حقها، والانهانسمنت حق السندر هولك سوى فيه نفس الشيء. الاميليشن دامج اللي هو الدامج اوفر تايم اللي بيسويه السندر هولك رجع سوى له بف بسيط رجعوا الوضع الطبيعي اللي هو عليه. بعد كده الفيجن وورد نقص الهيلث حقها، مو الهيلث حقها، كان اول عشان تضربها لازم تسوي 5 ضربات عشان تشيلها، دحين 4 ضربات بس ضافوا ميكانيك جديد، اذا ما ضربتها 3 ثواني يعني ضربتها مره واثنين وبعدين 3 ثواني ما ضربتها يرجع هيلثها زياده، ترجع 4 ترجع 3 ترجع 4. بعد كده الفار سايت التريشن اللي هو الترينكت الزرقاء هذه يا شباب، كانت اول الناس صاروا 3 ارباعهم يشتروها لانه صاروا يعني بالذات لو تلاحظوا في السي اس صار في كل مكان في الماب في باراسايت، فثلاثة اربعة من التيم يشتروها ويجلسوا يعبوا الماب كفرد بروبرتي، فقالوا ايش نقص السي دي حقها من 90 60 نهاية الجيم ل 148 99. بعد كده الريتشس جلوري كانت فاكرين الاتم هذه كانت اللي هي الاكتف حقها اللي تسرع نفسك وتسرع التيم كله معك، قال لك ما نبغى ايتم يكون عندها اليوتيليتي هذه، يعني ايتم تسوي نفس الشيء زي الالتي حقت سيفر، فتداخلت مع امكانيات بعض الشامبيونز، وبعض الشامبيونز قال لك ما عاد نحتاجهم انيمور، فقالوا بلاش نخليها ما تشتغل الا على الشامبيون نفسه، وفي نفس الوقت زودوا الموفمنت سبيد من 60 ل 75 وزودوها ل 4 ثواني ديوريشن، وخلوا سلو حقها اللي هو لو وصلت للناس وسويت لهم سلو كان 80 ل 75%، والاكتف سلو كان ثانية واحدة صار ثانيتين، وضافوا عليها نفس الباسيف اللي دائما بيضيفوها على الكل اللي هي 15% دامج اللي يجيك يتحول لمانا، ولو استخدمت المانا هذه ترجع هيلث. بعد كده الوارموك زارمر، الوارموك زودوا عليه كول داون ريدكشن، يبغوا الناس يشتروه بأي طريقة يا شباب ما هم عارفين. بعد كده الريليك شيلد والسبيل ثيف ايدج لاين، يقول لك ما احنا مبسوطين من موضوع انه والله البوت بيصير لهم ريجن مره كثير، فيبغوا يقللوا الريجن كابابيلتي هذا الهيلث ريجن والمانا ريجن، فبداوا بالريلك شيلد خلوها التشارج حقها بدل ما هو 60 ثانيه كل 40 ثانيه بس بدل ما كان يعطيك 40 هيلث صار يعطيك 20 هيلث، طبعا الابجريد حقها تاراجونز بريس برضو نفس الطريقه. وبعد كده السبيل تيف ايدج اللي هو كانت تسوي مانا ريجن 100% صارت تسوي مانا ريجن 75%، والفورست كوين بنفس الطريقه. بعد كده حتكلم مره ثانيه عن الجريفيس وونز اللي تكلمت عليها في 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 في, في الفيديو الاول في السيريز هذا، لانه مجموعه كبيره بتسالني عليه. الجريفيس وونز هذه خاصيه تنضاف على مجموعه ايتمز، تكون موجوده على مجموعه ايتم زي الاكزكيوشنر كولينج او اللي هو المورتر ريمايندر بالنسبه للاي دي سيز اللي هو زي اللاست ويسبر يا شباب بس الثاني، والايتم اللي هو المكان اللي تكلمنا عليها في الباتش هذا. هذه الخاصيه تنقص الهيلينج دان، تنقص الهيل اللي يجي على تشامبيون اللي بتضربه ب 35%، فعشان كده قلت هذه الايتم كاونتر لسوراكا وكاونتر لسونا وكاونتر لكل الناس اللي تسوي هيل. لو في احد بيهيل قدامك، لو في قدامك موندو، لو في قدامك سوراكا، لو في قدامك سونا، اشتري الايتم هذه لو لها معنى، اشتري المر مكان ولا المورتال ريمايندر، لانه اي احد تضربه لما بيجي له هيل الهيل عليه بينقص. ما كان في الخاصيه هذه، ما كانت تقدر تسوي ولا حاجه غير انك تحط اكزوست ولا تسوي اجنايت على الشامبيون اللي تضربه، دحين لا تشتري الايتم وتقدر تستفيد منه. وبكذا يا شباب اظن قفلنا على 6.9 اخيرا. يعطيكم الصحه والعافيه ومشكورين ما قصرتوا، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.